في المنوفية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميدخا قن من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. بالنسبة لأخبار المحافظات، في سوهاج أعلنت مديرية العمل عن توفير 130 فرصة عمل بالقطاع الخاص، وفي البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم 28 رحلة سياحية قادمة من مطارات أوروبا. أما في قنا فقد تم استلام 21600 شجرة من أجل زراعتها بالمحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، واللي بتستهدف التوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء. أما في المنوفية فتم الإعلان عن قطع المياه لمدة 4 ساعات عن مدينة شبين الكوم وضواحيها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً من أجل غسيل الشبكات وتطهير الخزانات. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في سوهاج أعلنت مديرية العمل من خلال نشرة التوظيف الشهرية ليها عن توافر فرص عمل بوحدة التشغيل بإجمالي 130 فرصة عمل بالقطاعات المختلفة للشباب من الجنسين، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب. في أسوان تم انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي 11 للثقافة والفنون تزامناً مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. تشارك في المهرجان فرق فنية من 5 دول هي الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين والسودان، بالإضافة لعشر فرق محلية، وبتستمر العروض حتى يوم 22 فبراير الجاري. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 28 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 6000 سائح من جنسيات 8 دول أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. في قنا تم استلام 21600 شجرة لزراعتها بالمحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وبتستهدف المبادرة التوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء للحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميدخا قن من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في الوادي الجديد شهدت المحافظة افتتاح المدينة الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة الوادي الجديد على مساحة 1000 متر وبارتفاع 5 طوابق، وبتضم 160 غرفة تتسع ل 480 طالب، بالإضافة لغرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وقاعة طعام وصالة ألعاب رياضية.